معكم فيديو جديد مع طريقة شرح تحديث وتفعيل سيرفر للإيكولينك فينتو برو، جهاز يدعم ملتي ستريم يعني تشغيل قنوات تي ان تي المغربية بدون اونتين. على بركة الله نبدأ التحديث الميني يو اس بي ميني. هنا نختار التحديث المناسب للجهاز، يجب انتظاره حتى الانتهاء. بعد الانتهاء التحديث الان تشغيل الواي فاي ميني نتورك سيتينغ واي فاي سيتينغ سيرش اكسس بوينت. نختار الواي فاي المراد تشغيله، وهنا الرقم السري للواي فاي، ثم بالاحمر اوكي. كونيكتي. الان تفعيل السيرفر ميني نتورك سيتينغ سيرفر سيتينغ.